أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبتدئ اليوم المحاضرة السابعة من محاضرات السيكولوجي، وهي خاصة بالإيقاع الدوري والنوم والأحلام. وفي البداية أحب أن أقول إن الإيقاع الدوري هو سنة الحياة، ودائما أقول إن وحدانية التصميم تجزم بوحدانية المصمم، أي وحدانية الخالق، والكون كله مصمم في صورة دورات. وتعالوا حتى نتأمل حاجة بره موضوعنا النهاردة. لو خدنا الكون اليونيفيرس، أكبر ما فيه إلى أصغر ما فيه، من أكبر الأشياء فيه عبارة عن إيه؟ نجوم تدور حولها كواكب. طب ناخد أصغر ما فيه وهي الذرة، عبارة عن نيوكليس، نواة يدور حولها الإلكترونز. وما بين أكبر شيء وأصغر شيء بنلاقي كل حاجة في الحياة بتتم في صورة دورات. زي النهاردة هناخد دورة النوم والاستيقاظ، وداخل دورة النوم هنلاقي دورات، ان النوم بيتم في دورات، كل دورة بتاخد 90 دقيقة. فبالفعل وحدانية التصميم تجزم بوحدانية الخالق. فنتوكل على الله ونبتدئ بالموضوع الأول، وهو السيركاديان ريزم. والسيركاديان ريزم في المعنى معناه الآتي: السيركاديان ريزم هو تصميم إيقاع حيوي منتظم. فباي ديفينيشن it is a pattern of regular biological rhythm which lasts nearly 24 hours. يعني السيركاديان ريزم هو تصميم لإيقاع حيوي منتظم بيدوم 24 ساعة. النقطة الثانية، ده الديفينيشن. الإكزامبل، أشهر إكزامبل هو موضوعنا النهاردة، اللي هو السليب ويكفولنس سايكل، دورة النوم والاستيقاظ. نحن ننام ونستيقظ، وننام ونستيقظ في دورات، مدة الدورة 24 ساعة، وكذا البادي تمبرتشر، وكذا الهرمونال سيكريشنز، إفرازات الهرمونات. احنا كلنا نعلم، كنا اتكلمنا على ان غدة البيتيوتري غدة مسائية ليلية، بتطلق الهرمونات اكثر بالليل عنها في النهار. مثال الجروث هرمون والبرولاكتين في حالة الانتيرو بيتيوتري بيطلقها في الليل اكثر، عشان كده النمو قلنا بيحدث بالليل اكثر، بيبقى مع والطفل نائم، بيبقى يعني لو هو هيام الصبح هيبقى ضد الجاذبية، لكن لما يبقى مستلقي يبقى النمو أسهل لأنه مش ضد الجاذبية. إطلاق الأنتي دايريتك هرمون من البوستيرو بيتيوتري عشان خاطر يخلي حجم البول بالليل أقل، وبالتالي احتياج الإنسان لأنه يروح للتواليت عشان خاطر يستخدمه يبقى أقل. بينما على النقيض، غدة الأدرينال كورتكس والأدرينال مظلة اللي هي بتطلع هرمونات متعلقة بالستريس، دي غدة صباحية لأن الستريس بالصباح. يبقى الإكزامبلز زي السليب ويكفولنس سايكل، بادي تمبرتشر، هرمونال سيكريشن. طب هذا الإيقاع الدوري جنريتد فين؟ باي اندوجينس بروسيسز. بالضبط في الهايبوثالاموس. فين؟ لو خدناها هنلاقي بتحدث في السوبرا كازماتيك نيوكليس، سوبرا كازماتيك نيوكليس اوف هايبوثالامس. طب ادجستد ازاي؟ بانفيرومنتال كيوز، ويعني عامل بيئي، وهو الإشارة البيئية هنا هي عبارة عن إيه؟ اللايت دارك تشينجز،
اللي هي الضوء والنهار والليل اللي هو السليب. طب تعالى ناخد النقطة اللي بعد كده اللي هي الخامسة اللي هي الكلينيكال امبليكيشن، التطبيقات الكلينيكية. عندي هنا أربع تطبيقات. هناخد السايكولوجي، حتى السايكولوجي بتاع الإنسان بيتبع دورات. ففي الايرلي اورز اوف ذا داي بيبقى في أسوأ أحواله، بينما في الليت افترنون اند ايفنينج بيبقى في افضل احواله. ودي كلنا بنلاحظها، ان الواحد بيقوم الصبح يا فتحي عليم في حاله يعني السيكولوجي بتاعه ارتباك، لكن بمقدم بقى الوقت الظهيره او بعد الظهر والايفنينج بيبتدي السيكولوجي بتاع الواحد يتحسن. حتى بنقول ان 85% من الناس بيسموهم نايت يعني بيرسونز، يعني بيحبوا الليل اكتر من النهار. تاني مثال هو البادي تمبرتشر، بتبقى اقل ما يمكن اللويست ليفل في الايرلي اورز اوف ذا داي. ليه؟ لان الواحد بيقوم كان لسه نايم، كل المسل تون مينيمال، الميتابوليزم مينيمال، فباقل درجه حراره، ويصل البيك اعلى درجه حراره في الليت افترنون اند ايفنينج. يبقى ده تاني تطبيق، السيكولوجي افضل ما يكون في المساء وورست في الايرلي اورز. تاني تطبيق البادي تمبرتشر، اقل ما يكون في الايرلي اورز اوف ذا داي في الساعات الاولى من الصباح، وتصل البيك بعد الظهيره وفي المساء. نوت ان الناس اللي بتشتغل نايت شيفتس، طبعا يعني واحد غير الايقاع الحيوي بتاعه هيحصل ايرورز. ليه؟ لحد ما البيرسوني ادابت. تالت تطبيق، ماني ديزيزز، في امراض كتيره جدا شو السيركاديان ريثم، بتحدث في ايقاع منتظم، زي مثلا برونكال اثما، الربو الشعبي، الاتاكس اللي هي النوبات الربو الشعبي، تصور وجدناها في معظم الناس بتحدث في وقت معين اللي هي ما بين الساعه 3 الى 4 فجرا. ايفن السنسيتيفيتي تو تريتمنت، التطبيق الرابع، الانسان اكثر حساسيه للانسولين بالليل، عشان كده نراعي جرعه الانسولين ناخدها بالليل، لازم نراعيها كويس قوي لان الانسان بيبقى حساس ليها جدا. ادي موضوع السيركاديان ريتم وشرحناه في الديفينيشن اللي هو التصميم للايقاع الحيوي المنتظم الذي يحدث كل 24 ساعه. المثال اللي هو موضوعنا النهارده السليب ويكفولنس سايكل، تاني نقطه، وفي امثله اخرى زي البادي تمبرتشر والهرمونز. قلنا الفيتوتري غده ليليه بينما الادرينال جلاند غده صباحيه. النقطه الثالثه قلنا جنريتد فيد في الهايبوثالاموس في السوبرا كازماتيك نيوكليس. طب ادجست بايه؟ بيضبط بايه؟ باشارات بيئيه اللي هي في صوره اللايت والدارك اللي هو السليب. ثم النقطه الخامسه قلنا الكلينيكال امبليكيشن، خدنا السايكولوجي، خدنا البادي تمبرتشر نمره 2، نمره 3 خدنا الديزيزز، نمره 4 خدنا التريتمنت. نبدا موضوعنا الاساسي لهذا اليوم وهو السليب. من الغريب ان السليب لم يستحوذ على اهتمام الانسان لحد سنه 1920، لحد ما جه راجل عالم امريكي اسمه ناثانيل كريتمان في 1920، في سنه 1920 ابتدى يفكر ان احنا لازم ندرس السليب. ليه؟ تخيل ثلث عمر الانسان بيقضيه نائما، 1/3 اوف ذا لايف تايم، يبقى لازم نشوف ثلث العمر ده. السليب له امراض خاصه بيه، والنهارده في كل حته عندنا حاجه اسمها سليبنج سنترز لدراسه امراض النوم. ثلث عمر الانسان بيقضيه نائما. طيب ننتقل لنقاط وكل نقطة منها تصلح سؤال MCQ. هل النوم هو passive ولا active state؟ يعني هل مجرد أنا مثلا تعبت من الاستيقاظ فنمت؟ لا، النوم إذا active state not a passive state. It's not due to just absence of wakefulness. وحتى بقول كده حاجة يعني بسيطة لتبيان ان هو active process. ساعات بعض الناس تقعد كده يعني
تلعب بصوابعك في شعره زي الحلاق لما ساعات يلعب لك كده في فروة راسك بصوابعه وبين شعرك، تلاقي نفسك أصابك شيء من النعاس. يبقى النعاس السليب is not a passive state وإنما active state. أدي أول نقطة. طب تاني نقطة، السليب stages. تخيل most mammals، معظم الثدييات have two major phases، يعني بيناموا بطريقتين اللي هو non REM sleep و REM sleep، وهي اختصار non rapid eye movement sleep، يعني بتنام وانت ما بتحركش عينيك بسرعة تحت الجفون، ده non rapid eye movements وده معظم النوم، وبعدين في rapid eye movement sleep. انما التقسيمة اللي عاملها الامريكان دلوقتي الاهم ان السليب ستيجز اربعة. ليه بقى؟ قبل ما نقول الاربعة لازم زي ما قلنا ان احنا ان النوم والاستيقاظ يحدث في دورات. داخل النوم في دورات، كل دورة وده سؤال مسكي مهم بتدوم لمدة 90 دقيقة، وعليه بناخد في الليلة كده من 3 لخمس دورات per night. طبعا في بعض الكتب يكتبوها 4-6، الاثنين اعتبرها صح. يبقى الدورة بتاعة النوم بتاخد 90 دقيقة، وفي المتوسط يبقى في الليلة بيبقى فيه من 3-5 أو 4-6 دورات. ليه بقى بيقسموهم لفور ستيجز اللي هي التقسيمة الجديدة؟ لأن احنا قلنا يوجد نوعان في النون ريم والريم، ومن الغريب ان انواع النوم دي مش موجودة بس في الانسان انما في معظم الثدييات بنفس الطريقة. جزء من النوم لا يتحرك العين بسرعة تحت الجفون، وجزء تتحرك العين بسرعة تحت الجفون، نون ريم سليب وريم سليب. نبتدي بال نون ريم سليب اللي هو نون رابيد اي موفمنت سليب. يسموها ايه تاني؟ يسموها اورثودوكس سليب، يعني نوم صحيح. عارف ليه؟ لان في اثناء هذا النوع من النوم بتقل كل الحاجات البيولوجية، نبضات القلب والنفس والارتيريال بلاد بريشر وهكذا. يسموها اسم ثالث سلو ويف سليب. ليه بيسموها سلو ويف سليب؟ لانه بالالكترو انكفالوجرام رسام المخ الكهربائي بيسجل سلو ويفز مشهورة قوي اسمها دلتا ويفز بمعدل من نص لاتنين ويف بير سكند. دي بيرجع بقى انقسم النون رابيد اي موفمنت سليب الى ثلاث انواع. ان 1 وده بيبقى فيها النوم لايت، ثم ان 2 بيبقى انترميديت، ثم ان 3 ديب اند ذا بيرسون از ديفيكلت تو اويك، صعب استيقاظه. يعني بيتعمق النوم من ان 1 لان 2 لان 3، ادي ثلاث اهو ستيجز. طب الستيج الرابع بقى اللي هو الريم سليب اللي هو يسموه رابيد اي موفمنت سليب او دي سليب. عارف ليه دي سليب؟ عشان دريمز، لان هو ده في اثناء حركه بتحرك عينيك بسرعه، هي دي المرحله الاساسيه اللي بيحدث فيها الاحلام، وده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، وبذكرها لك بطريقه فيها مزاح. انت بتحرك عينيك بسرعه عشان بتتفرج على الاحلام، لان معظم الاحلام بتبقى فيها فيجوال اكسبيرينس مرئيه، وبيسموها بارادوكسيكال سليب. بارادوكسيكال يعني النوم المتعاكس. عارف ليه؟ لان بينما المخ بتاع الانسان النائم بيبقى فيه نشاط كانه مستيقظ، الاي اي جي رسام المخ الكهربائي بيسجل الموجات بتاعه شخص متيقظ تماما. طب وتعالى للجسم بتاعه تلاقي المسلز كومبليتلي بارالايز، يعني البدن مشلول تماما والمخ في غايه النشاط، فعشان كده سموها بارادوكسيكال سليب. يبقى دي الاربعه ستيجز الاساسيه للسليب. النون ريم سليب ان 1 ان 2 ان 3 ادي 3، والريم سليب دي نمره 4. طيب النسب، الان 1 5% من السليب، الان 2 45%، الان 3 25%، يبقى المجموع 75. طب ونيجي بقى للريم اللي هو فيها الاحلام 25%، يعني ربع النوم العين بتتحرك بسرعه وترى احلام. عشان كده برضو من اهم الاسئله في الام اس كيو يا اولاد، ان هل
كل الناس يعني بعض الناس بتحلم والبعض الآخر لا، لا دي إجابة خاطئة. ده مش كل الناس بتحلم، كل الناس بتحلم وبانتظام، يعني كلنا بنحلم وبانتظام 25% كل 90 دقيقة، لأن احنا بنقول إن الدورة بتاخد 90 دقيقة. لو خدناها بالدقائق مش بالنسب هتلاقي 70% عينيك ما بتتحركش بسرعة، و 70 دقيقة آسف، و 20 دقيقة عينيك بتتحرك بسرعة رابيد اي موفمنتس وبتحلم. يعني كل الناس ده الإجابة الصحيحة في الام اس كيو، بتحلم وبانتظام 20 دقيقة كل 90 دقيقة، 20 دقيقة كل 90 دقيقة، يعني 25% من النوم بيبقى في أحلام. طب واحد يقول لي امال ليه انا بحس ان انا ما حلمتش؟ اقول لك ليه؟ لان انت عشان تحس انك حلمت لازم تصحى وانت بعد الريم سليب. فلو صحيت شخص واقول لك جربها كده، راقب احد اقاربك وهو نايم، لما تبتدي العين تتحرك بسرعه صحيه، وان كان ايقاظه اصعب. Almost always the person reports a dream. يبقى راقب الشخص اللي نايم، واول ما عينيه بتتحرك صحيه هتلاقيه بيريبورت دريم، بيقول لك ان انا كنت بحلم. ده الفور ستيجز. تعالى بقى ناخد جدول مهم جدا. اللي هو هنقارن النون ريم بالريم سليب. قلنا النون ريم بيسموه اورثودوكس يعني صحيح، بيسموه سلو ويف سليب، بينما الريم سليب بيسموه بارادوكسيكال يعني متعاكس، المخ فيه نشاط زائد والبدن في حاله باراليسيس، وبيسموه دي سليب او دريمينج سليب. هقارنهم في 10 نقاط وما عشقت مثل عشق النظام. النقطه الاولى البرسنتج. النون ريم اللي هو غالبا، ما بقولش دائما، ساعات يبقى في احلام انما غالبا ما فيهوش احلام، يمثل 75% اي 70 دقيقه من كل 90، بينما الريم اللي هو فيه احلام بيمثل 25% يعني 20 دقيقه من كل 90 دقيقه. ادي اول نقطه، عد معايا. النقطه الثانيه، هو ليه سموا النون ريم اورثودوكس النوم الصحيح؟ النقطه الثانيه بتفسرها، لانه في decreased heart rate arterial blood pressure and respiration and blood flow to most organs. راحة حقيقية، ضربات القلب بتتباطأ، الضغط بيقل، النفس بيقل، البلاد فلو عليه بيقل لمعظم الأورجنز. بينما في أثناء الأحلام اللي هو الريم سليب بالعكس بيزيد كل الحاجات دي، ونلاقي مش كده بس، والبلس بيتموج variable من دقيقة إلى دقيقة، والريسبيراتوري ريسبونس تو كربون دايكسايد بتقل. دي النقطة الثانية. تعال النقطة الثالثة، على أي أساس سمينا دي نون ريم ودي ريم؟ الأوكيلار موفمنتس. لأن في النون رابيد أي موفمنتس العين يا ما بتتحركش أبسنت خالص، ما فيش أي حركة، ده في N3، ما احنا قلنا النون ريم بيقسموها N1 و N2 و N3. يا إما العين بتتحرك سلولي ببطء ورولينج مش عبطة فوق، حتى ساعات تلاقي واحد في اللي هو نايم وجفونه مفتوحة تبقى شايف الباب بس، إن ال النني بتاع العين البيوبل طالع لفوق slow rolling or absent في N3. طب تعال ناخد بقى البادي سكيليتال ماسل، النقطة الرابعة. وانت بتحلم بيبقى فيه total paralysis، يعني انت بتبقى في حالة شلل تام، الماسلز flaccid طرية خالص، reflexes لا تستجيب. وتذكرها لما بيحصل لنا نايت ميرز، وهو نوع من انواع الاحلام، اللي هو بتبقى نفسك تحرك صباع واحد، نفسك يعني تصرخ تستعين بحد تعالوا الحقوني، مش مفيش ولا عضله بتتحرك فيك. بينما بالعكس في النون ريم سليب اللي هو الارثوذكس سليب بيبقى في بيرسيستنت تون، التون موجود ويتغير الوضع، ريبوزيشننج تتقلب كل 15 20 دقيقه في المتوسط. وفي ايبيسوديك انفولنتري موفمنتس، ايبيسوديك يعني احيانا يحصل جيركي موفمنتس كده، تنطر ايد تنطر رجل وهكذا. نيجي النقطه اللي بعد كده الخمسه،
وضع البينيس اللي هو بيعكس الاحلام الجنسيه البينايل اريكشن. في حاله الاحلام اللي هي الريم في الذكور البينيس بيبقى partially or fully erected، بينما لما في النوم الحقيقي اللي هو ما فيهوش احلام اللي هو الارثوذكس اللي هو النون رابيد اي موفمنتس بيبقى seldom to any، ما فيش اي انتصاب ربما في البينيس في القضيب. نيجي النقطه السادسه بعد كده الالكترومايوجرام اللي هو رسام العضله الكهربائي. لما اقول ان وانت بتحلم بتبقى كانك مشلول totally paralyzed، فبيبقى رسام العضله الكهربائي ما بيسجلش حاجه سايلنت، بينما على النقيض هناك لما قلنا في النون ريم بيبقى في كونتينوال اكتيفيتي في ان 1 وبعدين تقل الاكتيفيتي في ان 2 وتقل جدا في ان 3. ننتقل بعد كده للنقطه السابعه اللي هو الالكترو انكافالوجرام، دي مهمه جدا. احنا قلنا وانت بتحلم ليه سموه بارادوكسيكال سليب متعاكس، لان انت مشلول totally paralyzed، وحفظها لكم طريقة لطيفة بعد دقائق، ولكن في نفس الوقت مخك highly active، يعني في تباين ما بين نشاط المخ، المخ كأنه واحد صاحي والبدن واحد مشلول، ففي pattern of awakened brain اللي هو ايه خدناها قبل كده في الالكترونكيفالوجرام high frequency but low amplitude waves. بينما تعال نشوف الاي اي جي في حالة النون ريم اللي هو بيسموها ما تنساش سلو ويف، لان هنشوف دلوقتي سلو ويف في ان 1 بيحصل سلوينج اوف الفا ويفز اللي هي بتاعت الشخص المتوقظ، انك كنت متوقظ ونمت فالالفا ويف بتتباطأ وتبقى ريبليسد بحاجة اسمها ثيتا ويفز. الثيتا ويفز دي من 5 ل 8 بير سكند، الالفا ويف كان من 8 ل 13 فتباطأت ل 5 ل 8 وسميناها ثيتا ويف. يبقى الايه تباطأت وثيتا ويفز. تعالى بقى اللي بعدها ان 2، دي اسئله مهمه جدا في الام اس كيو، بيبقى فيها حاجه اسمها سليب سبندل، مغزل النوم سليب سبندل. وده حتى اقول لكم حاجه طريفه عنه، لقوا ان في اثناء السليب سبندل مغزل النوم ده بيقل البرسبشن، بيقل الاستقبال، عشان وده اللي بيمكن الانسان انه ينام حتى في وجود ضوضاء نويزز في اثناء اللي سليب سبندل. وفي حاجه اسمها كي كومبلكسز متعلقه بالذاكره، ده في ان 2. السليب سبندلز والكي كومبلكس سؤال مهم جدا في الام اس كيو. الاهم بقى في الان 3 بنلاقي فيه سلو ويفز اللي هو الدلتا ويفز اللي هي من نص ل 2 بير سكند، من نص ل 2 بير سكند، وده السبب ليه سموه سلو ويف سليب، لان في الان 3 في سلو ويفز اللي هي الدلتا ويفز. طب نيجي النقطة اللي بعد كده اللي هي الثامنة الثريشولد اوف اراوزل. تصور الشخص وهو بيحلم صعب جدا ايقاظه، الثريشولد اوف اراوزل فيري هاي. انما هنا الثريشولد اوف اراوزل بيبقى لو في ان 1 وبعدين يتزايد لحد ان 3. وعشان كده الانسان في معظم الليالي بيصحى في النون ريم فما بيتذكرش الاحلام. في معظم الليالي ما حلمناش، لان الايقاظ في حاله عدم الاحلام اللي هو النون ريم بيبقى اسهل لان الثريشولد اقل، بينما الثريشولد اوف اراوزل هنا فيري هاي. طب نيجي بعد كده النقطه التاسعه اللي سليب ووك اند توك، اللي هو المشي اثناء النوم او الكلام اثناء النوم، ودي ظاهره بتحدث في ناس كتيره خصوصا في التشايلد هود والادوليسنس. على فكره المشي اثناء النوم، سيبك من افلام اسماعيل ياسين اللي هو كان يعني هو وحسن فائق مغمضين عينيهم ومادين ايديهم وماشيين، لا الشخص يبقى نائم وماشي بس بيبقى opening his eyes ونايم ماشي، يقوم يمشي وهو مفتح عينيه، وبعدين كان avoid obstacles يعني يتخطى اي حواجز. انا افتكر ليا صديق راجل محترم جدا، كانت زوجته الفاضلة تقول ان هو بيقوم يمشي وهو نايم، يقوم بالبيجامة مفتح عينيه عادي، وده يعني الساعة واحدة بالليل يفتح الباب وعاوز ينزل، وبعدين يهزوه يصحى ايه ده ويرجعوه تاني، راجل محترم مش معقول ينزل بالبيجامة في الشارع. فبيبقوا مفتحين عينيهم في السليب ووكينج، وفي نفس الوقت كان افويد اوبستكلز. السليب ووك والتوك حتى الكلام اثناء النوم ده بيحدث مع النون ريم، ما بيحدثش مع الريم في اثناء الاحلام، لا يحدث. وبعدين نيجي للنقطه الاخيره والعاشره اللي هي الدريمز،
ودي الأهم. الدريمز أكتر في أثناء الرام سليب، 70-80% لو صحيت الشخص في الرام سليب وهو عينيه بتتحرك تحت الجفون، في 70-80% هيقول لك كنت بحلم. إنما لو صحيته، وده الأسهل في النون رام سليب، إنك إن يقول لك إنه كنت بحلم، ده فقط 10-20%. بقى الأحلام من أهم الأسئلة في الام اس كيو مرتبطة بالرام سليب. هنا بقى عندي مفاجأة جميلة عاوز أقولها لكم. الأول عاوزين نتخيل مع بعض إن دي مهم جدا في الام اس كيو، إن أنت وأنت بتحلم بيبقى البدن بتاعك توتالي بارالايزد، يعني مشلول تماما، بينما شوف مخك نصف الجلد، البدن مشلول تماما. عشان كده سميناه بارادوكسيكال سليب، وعشان كده في الالكترومايوجرام بتبقى سايلنت، مفيش أي حاجة. طيب، واحد من أهم الأسئلة اللي أحب أقولها لكم والطريفة جدا وهتذكرك، يعني ايه اللي يمنعنا من ان احنا ننفذ الاحلام، يعني ان احنا نعمل to work out our dreams؟ ودي كارثة. يعني تخيل لو الحلم فيه عنف، ممكن الواحد يعني يقوم يموت واحد جنبه، يعني ممكن الزوج مثلا يبقى غضبان شوية من زوجته وحلم بانه يتخطى عليها يأذيها، ممكن الواحد يعمل جريمة. فإيه اللي بيمنع إن إحنا نورك أوت أور دريمز؟ شوف بقى من عظمة الخلق والخالق، إن في الرام سليب، في الرابيد أي موفمنت سليب اللي هو بيحدث أثناء الأحلام، يوجد ثلاثة أشياء يمنعونا من تنفيذ الأحلام. واحد، إن حضرتك العضلات بتبقى توتالي بارالايزد، بتبقى في حالة شلل تام، ما تقدرش تحرك ولا إصبع. إن الثريشولد أوف أراوزل عالي جدا، الإيقاظ بتاعك بيبقى صعب جدا. إن أنت عشان تقوم تنفذ جريمة لازم هتقوم تعمل سليب ووكينج، إن ما فيش سليب ووكينج ولا توكينج في أثناء الأحلام. يبقى التلات حاجات هيمنعونا من تنفيذ الأحلام إذا كانت أحلام أجريسيف وشريرة. إن الإيقاظ صعب، الثريشولد أوف أراوزل فيري هاي، دي واحد. اتنين، انك انت مفيش سليب ووكينج ولا توكينج، ده بيحصل من غير الاحلام في النون ريم، وبعدين بتبقى توتالي بارالايزد. عارف بقى من ضمن عملوها افلام، من ضمن امراض السليب، لقوا ناس وهي في الرابيد اي موفمنتس العضلات ما بتبقاش بارالايزد، تون عالي، بيحصل سليب ووكينج، بيقوم يمشي وبعدين الثريشولد الاراوزال مش عالي. وفي حالات نادره جدا وعملوها افلام، الناس دي عملت جريمة هي اكشوالي غير مسؤولة عنها تماما، لان عملتها بصورة اوتوماتيك لانه هو كان نايم. لكن في مش في المعظم، في الغالبية الشائعة في الناس، لا يمكن تنفيذ الاحلام لثلاث اسباب. انا بقول لها حاجة جميلة جدا، فكر فيها، احنا مش جايين نقرا مع بعض. لماذا؟ Why we cannot work out our dreams؟ وتبقى كارثة، لأن في أحلام جنسية وفي أحلام بتبقى عنيفة. إنك إيقاظك وأنت بتحلم صعب جدا، الثريشولد بيبقى أراوزل عالي جدا، إنك أنت ما فيش سليب ووكينج، السليب ووكينج وأنت ما بتحلمش، الناس اللي بتمشي وهي ما بتحلمش، مش وهي بتحلم فتنفذ أحلامها، وإن الشخص بيبقى totally paralyzed. أوعوا تنسوا دي من الحاجات الجميلة جدا في محاضرة اليوم. طيب، نيجي ناخد نوتس بقى. قال ازاي لما بننام بنمر بمراحل ايه؟ انت متصور طبعا من النون ريم للريم، لا، اول ما بننام بندخل صح في النون ريم سليب. فالاول يحصل ان 1 ان 2 ان 3، خد بالك، مش بعد ما يحصل ان 1 ان 2 ان 3 نروح للريم، لا. Then sleep lightens، ما احنا قلنا ان 1 بيبقى light sleep، ان 2 انترميديات، ان 3 ديب سليب، نرجع تاني لان 2، يعني السليب يبقى لايتن وبعدين نبتدي نحلم يحصل الريم سليب. ده سؤال ام اس كيو، يعني ان 1 ان 2 ان 3 مش بعديها تحلم، لازم تخفف النوم شويه، ترجع ان 2 وبعدين تحلم. ادي نقطه في الام اس كيو. طيب، التايم ما بين بدايه النوم لبدايه الاحلام اللي هو الريم سليب 70-100 دقيقه. النقطه الثالثه، موست اوف ذا نون ريم سليب اللي هو الدلتا سليب اللي هو السلو ويف سليب بيحصل في النص الاولاني من الليله. احنا قلنا كل ليله فيها بيبقى من 4-6 سايكلز، فالسايكلز الاولانيه
بيبقى فيها معظمها نون ريم، ما فيهاش احلام. الاحلام بتحصل في النص الثاني من الليله اهي. موست اوف ذا ريم سليب في اللاست هاف اوف ذا نايت. دي سؤال ام اس كيو، الاحلام في الجزء الثاني من الليله. وبعدين الريم سليب بيمثل، خد بالك بقى، يعني الاحلام ب 80% من التوتال سليب تايم في البريماتور انفانت. يعني البريماتور انفانت 80% منهم وفي احلام. امال الواحد يقول لي امال ال 25% اللي انت قلت عليها دي عندنا احنا في الناس الكبار، في الشباب، في الرجاله الكبار او الستات. انما في البريماتور انفانت بتبقى 80% احلام. في النيونيتس العاديين اللي هم حديثي الولاده 50% منهم احلام. وبعدين بسرعه فترة الأحلام تنزل فولز رابيدلي لحد ما توصل بلاتو في معظم الناس بقى 25% في الناس اللي هو عمرها أكبر سنا. إنما لا تنسى إن البريماتور إنفانت اللي هو كان مفروض يبقى جوه الرحم 80% من نومه أحلام. وطبعا لا تسائلني بيحلموا بإيه الجنين، الأجنة بتحلم بإيه؟ تصور الأجنة عندها نون رابيد، عندها رابيد اي موفمنت، بتحلم. اقول لك الاغرب، لاحظنا ان في معظم الثدييات بيحصل رابيد اي موفمنتس، بيحصل احلام. يعني حتى الثدييات الحيوانات عينيها بتتحرك وبتحلم. بس برضو ما تسائلنيش الاجنه في الانسان وسائر الحيوانات في الثدييات بتحلم بايه، انما 100% بتحلم لان عندها رابيد اي موفمنت سليب. هذه الأحلام تبتدي ب 80% في الأجنة والبريماتور إنفانتس، تنزل ل 50% في حديث الولادة، ثم تنزل بسرعة قوي للليفل المتعارف عليه وهو 25% من النوم أحلام رابيد أي موفمنتس اللي هي 20 دقيقة في كل 90 دقيقة. طب إذا عملنا prevention of sleep in animals، يعني عملوا تجربة منعوا الأنيمال إن هو ينام، وعلى فكرة نادرا جدا 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 بيحصل مرض يمنع الإنسان إن هو ينام، بيتوفاه الله في الاخر death. انا يعني حكيت عنها في السنترال نيرفس سيستم، ان في شخص ما بينامش، حاولوا حتى ناموه وادوله يعني مخدرات ويعني حاجات للتخدير، يعني ادويه تخدير، مش قادرين ناموه، في الاخر مات. حرمان الانسان من النوم يؤدي، او الحيوان زي ما عملوه في التجربه منعوه مات في الاخر. Why we do not work out our dreams؟ أظن دي قلناها. طيب ننتقل بعد كده لل functions of sleep. طيب ليه ربنا سبحان الله خلانا ننام؟ هذا لأربع أسباب. يعني الإنسان بيفكر، طب ليه 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 كل الثدييات تنام؟ إيه ليه؟ لماذا ننام؟ ليه طولة العمر ضايع في النوم؟ لأربع أسباب. احفظ معايا نمرة واحد. كلنا عارفين وبنقولها، حتى بتقول انا داخل انام، انا داخل ارتاح. يعني النوم مرتبط بالراحه. السليب بروفايدز فيزيكال اند منتال ريست، راحه بدنيه وذهنيه. ده انا اقول لك حاجه لطيفه، لهذا السبب النوم نوعان، نون ريم وريم. النون ريم لراحه البدن الجسد، والريم اللي هو الرابيد اي موفمنت في احلام لراحه الذهن الفيزيكال. يبقى وتعالى نقراها، في حاجه اسمها ريبير اند ريستوريشن ثيوري اوف سليب. يعني السليب ده بيعمل اعاده تصحيح واعاده نشاط للانسجه. فالنون ريم سليب اهو ريستورز الفيزيكال او الفيسيولوجيكال فانكشنز. النون ريم اللي هو سميناه الارثوذكس، اللي هو كل حاجه هدي بقى، الهارت ريت هدي، والريسبريشن هدي، الارتيريال بلاد بريشر هدي، عشان خاطر جسدك يرتاح. يبقى النون ريم فور فيزيكال اور فيسيولوجيكال ريست. انما الريم اللي هو فيه احلام، الاحلام دي الحاجات المكبوته جواك بتطلعها في الاحلام، اذا هي راحه ذهنيه منتال ريست. ده سؤال ام اس كيو. السليب بروسيسز انفورميشن اكواير ديورينج ذا داي، يعني وانت نايم بترتب المعلومات اللي خدتها في اثناء اليوم، سواء مقروءة أو إكسبيرينس في الحياة، وتثبتها سيمنت ثينجز، تثبتها into long term memory، في صورة ذاكرة طويلة. يعني النوم مهم الحكاية دي. تاني أهمية للنوم إن السليب is important for growth،
ولسه قايلها لكم في اول محاضره ان الجروث هرمون بيطلع اساسا بالاكثر اللي هو البيتيوتري الغده الليليه بيطلع during deep sleep والطفل نائم. قلتها لكم ليه؟ لانه ان الطفل ينمو عكس الجرافيتي دي حاجه صعبه، انما لما يبقى الطفل مستلقي يبقى النمو سهل لانه مع الجرافيتي. فتصور الجروث هرمون بيطلع بالليل، فالجروث بيحدث مع النوم. ويمكن دي بتفصل لك حاجه رائعه، عارف يوم يولد الجنين النيونيتس بيناموا 23 ساعه في اليوم. فهمت ليه؟ ليه النيونيتس ربنا خلاهم يناموا معظم اليوم؟ عشان الجروث هرمون بيطلع في النوم، وده هيساعد نمو، واحنا عارفين نمو الاجنه نمو اسف الطفل حديث الولاده بيبقى بسرعه جدا. طفل بعد سنه واحده بيضاعف وزنه 4 مرات من 3 كيلو ل 12 كيلو معظم اليوم، خصوصا ساعه ما يتولد بيبقى نائم عشان الجروث هرمون بيطلع على النوم. يبقى النوم راحه بدنيه وراحه ذهنيه. بدنيه ده النون ريم وذهنيه ده الريم. النوم بيساعد الجروث. تعال نشوف الوظيفه الثالثه من الوظائف الاربعه. النوم السليب with its dreams السليب allows for A allows for other levels of brain organization to be active. احنا عندنا العقل الواعي واحنا صاحيين والعقل اللاواعي واحنا نايمين، فهو بيسمح لعقل اخر لاذر ليفل اوف برين اورجانيزيشن تو بي اكتف اند انتجريتد اند اندرستاند ديفرنت بروبلمز اوف لايف. ودي بحب اقول عليها حاجه لطيفه قوي. كلنا لاحظ ان ممكن يبقى في مساله حسابيه مش عارف تحلها وتنام وانت قرفان مش عارف تحلها، تنام نومه حلوه عقلك اللاواعي والاحلام اللي بتحلمها تصحى في مخك حل صريح واضح للمساله اللي كنت متعثر فيها وانت صاحي، حلتها وانت نايم. تصور بالعقل اللاواعي اللي بيشتغل وانت نايم، لان وانت نايم عقلك شغال بس بليفل اخر. واقولها لك جمله جميله الناس تملي يقولوها. بين اليأس والأمل نومة مريحة. يعني أنا كنت يائس، مخي الواعي مش لاقي حل المشكلة، نمت نومة مريحة، مخي اللاواعي في النوم حل المشكلة وقمت الصورة واضحة قصادي. هو ده إنه السليب مع الدريمز بيعمل برين أورجنايزيشن بيحل مشاكل. طيب نمرة بي، السليب ويز إتس دريمز بيعمل ميموري كونسوليديشن. Consolidation يعني تثبيت للذاكرة، Repattering of information إعادة توضيب للمعلومات. وعملوها تجربة جميلة جدا، لو جابوا Identical Twins يبقى لهم نفس المقدرة العقلية وقروا نفس الكتاب، واحد نام بعديه وواحد ما نامش، اللي نام هيبقى تذكروا المعلومات اللي قالها أحسن كتير من اللي ما نامش. إذن تثبيت الذاكرة الميموري كونسوليديشن بيحدث بسبب النوم والاحلام. رابع وظيفه من وظائف السليب والاحلام اللي هو الدريمز. الدريمز اكت از سيفتي فالفز، يعني صمامات امان ذات بيرميت ذا ليبريشن اوف بينفول ميموري امبلسز اوف كراودد انفورميشن. يعني بقولها بمعنى اخر، ما لا نستطيع ان نفعله في لحظة الاستيقاظ وعمل لنا ضغط نفسي نقدر ننفسه في الأحلام. وبدي هنا هدي مثالين، إنه واحد مديره في العمل بعزق كرامته بس ما يقدرش يبهدله عشان هترفت، يقول لك حتى أذل الحرص، الحرص أعناق الرجال، يعني من كتر ما هو حريص على وظيفته اتذل. طب هي متضايق جدا، الراجل بهدله وكان نفسه يرد بس مش قادر، يبهدله في الحلم، يحلم انه اداله الطريحه الواجبه، فيبقى نفس عن نفسه، سيفتي فالف ما ينفجرش. نكمل. سليب ديبريفيشن. انا هقول لك سؤال مش كيو مهم جدا، هل تتصور الحرمان من النوم يؤدي الى الجنون او يؤدي الى المرض؟ اجابه خاطئه. الحرمان من النوم does not cause insanity، لا يؤدي إلى الجنون ولا يؤدي إلى الأمراض الجسدية physical illness. وما يؤدي لإيه؟ افتكرها، لو أنت ما نمتش وبتسوق مش عارف تركز،
It makes one very sleepy, نعسان. وعليه هيقلل الالرتنس اللي هو التيقظ والاتنشن الانتباه، ودي حاجه مهمه جدا للسواقه. عشان كده بقول اي واحد بيسوق يلاحظ ان هو نعسان جدا ناقص نوم، وقف ونام. واقول لك معلومه زياده، نحن نحتاج 6 دقائق فقط من النوم عشان تريبيلد، عشان تعيد تكوين الكيميكال ترانسميترز وتقدر تسوق بصوره امنه. لما تلاقي روحك وانت بتسوق، دي من اهم اسباب الحوادث، نعسان، توقف، نام على الاقل 6 دقائق، هتبقى الحكايه زي الفل باذن الله. فبيبقى الشخص الالرتنس والاتنشن بيقلوا، الانفورميشن بروسيسنج توضيب المعلومات بيقل، الموتيفيشن ان الاحساس بان الدافع وراء انجاز الاعمال والبرفورمانس اوف كومبلكس تاسكس اللي هو اداء الاعمال المعقده بيقل لو ما نمتش. لكن لا هتتجنن في الام اس كيو، سليب ديبريفيشن اوعى تختارها صح، لا يؤدي لا للجنون ولا للامراض العضويه. الهيومنز، طيب سؤال تاني جميل، وتصوره تفتكر انه لو نمت عدد ساعات كافيه بس يعني ازعجناك، صحينا كل ساعتين نصحيك عاوزين منك حاجه، نسالك في حاجه وتنام تاني، في الاخر نمت كميه الساعات المطلوبه، ده احسن ولا انك تنام اقل؟ فكر فيه. تصور ان الانتربشن اوف يعني السليب كونتينيوتي اللي هو تقطع النوم، نصحيك كل شويه ايفن وذ بريزيرف التوتال سليب تايم، حتى لو نمت الكميه اللي كان المفروض تنامها بس قطعناها لك، ده مور ديستربنج، اكثر ازعاجا من لو قللت التوتال سليب تايم. يعني لما تنام كده حته واحده وطريحه واحده، اه ده كويس، حتى لو ساعات النوم قليله، اوعى تنساها، الطريحه الواحده دي احسن من النوم المتقطع. طيب deprivation of sleep for few nights، سؤال ام اس كيو، لو حرمناك من النوم لعده ليالي، في ناس كده بتتحدى وتقعد كذا ليله ما تنامش، تفتكر مين اللي هيحصل له ريباوند؟ مين اللي لازم ياخد حقه الاول؟ ال non rapid eye movement sleep اللي هو slow wave sleep، ولا الرابيد اي موفمنت سليب؟ يلا نشوف هتفكر فيها الاجابه ازاي. لا، اللي لازم ياخد حقه الاول اللي هو النون رابيد اي موفمنت سليب اللي هو السلو ويف سليب، هو اللي يحصل له ريباوند الاول في الليالي اللي هتنام فيها، فيبتدي بكميه كبيره، ياخد بروبورشن اكتر من 75% من النوم، وهو نورمال 75، ثم بعد كده يحصل ريباوند لل رابيد اي موفمنتس. يعني هنا البدن، راحة البدن النون رابيد اي موفمنت سليب تسبق راحة الذهن اللي هو الرابيد اي موفمنت سليب. دي اسئلة مهمة جدا في الام اس كيو، وقلتها لك بطريقة لطيفة عشان تفتكرها. ننتقل للاحلام، الدريمز. قلنا انك انت اذا الدريمز اهم سؤال، انها مرتبط اساسا بمين؟ يلا اختار، النون رابيد اي موفمنتس ولا الرابيد اي موفمنتس؟ طبعا بالرابيد اي موفمنت سليب. حتى قلت لك افتكرها في مزاح، انك انت بتحرك عينيك عشان خاطر تشوف الحلم بسرعه، ما تنساهاش، لان معظم الاحلام فيجوال اكسبيرينس. فدي هيبقى اول معلومه في الدريم، ان 70 ل 80% اوف تايم، يعني 70 ل 80% من الناس لو صحتها في الريم هيقول لك كنا بنحلم، معظم الاحلام مرتبطه بالريم. 70 ل 80% من الناس لو صحتها في اثناء الريم وهي بتحرك عينيها بسرعه تحت الجفون هيقول لك كنت بحلم. طب تاني معلومه، it involves visual experience، وخدناها في مزاح لما قلنا بتحرك عينيك عشان معظم الاحلام بتبقى فيها رؤيه. طيب most people remember، يعني ما احنا بتفتكر كم حلم في المتوسط في الاسبوع؟ دي معلومه مش مهمه، واحد او حلمين، بتتذكر حلمين في الاسبوع، واحد لاثنين. عارف ليه؟ ما انت فاهم، لان معظمنا بيتيقظ في النون ريم، لان في الريم وانت بتحلم الثريشولد اوف اراوزل بيبقى عالي جدا لضمان عدم تحقيق الاحلام، فمعظم الناس بتصحى وهي في النون ريم فما بتتذكرش احلام، فبيبقى حلم الاثنين في الاسبوع. طب سؤال يعني منطقي لكنه خطا، لما اقول لك طب يبقى هل الاحلام مرتبطه بكميه الريم سليب؟ الواحد يتهيأ له ان دي اجابه صح، ان ادام هو الاحلام في الريم يبقى لو زاد الريم يزيد الاحلام. لا، الريكول
تذكر الأحلام. هي طبعا لو زاد الريم هيزيد الأحلام، لكن مش هيزيد تذكرها. الريكول، الريكول يعني تذكر الأحلام، is not related to the amount of REM sleep. طيب ناخد بعد كده الميموري اوف دريمز. امال الميموري اوف دريم بتزيد ازاي؟ لو صحيناك دايركتلي افتر ريم سليب، immediately بعدها، عشان تبقى لسه الحلم في ذهنك. لان على فكره الاحلام اللي بتتصور انها بتقعد نص ساعه وساعه، هي حقيقه الامر بتبقى خدت يعني جزء من الدقيقه او دقائق معدوده جدا. تاني حاجه، لو اديناك الفرصه الاوبورتيونيتي انك تفكر بالعقل الواعي انت حلمت في ايه. ادي الذاكره في الاحلام بتعتمد على هذين الشيئين، ان الميموري فور دريمز از انكريزد لو البيرسون صحي بعد الريم سليب على طول، او واخد نمره 2 فرصه انه يفكر في هذه الاحلام. النايت مير، كلاسيكال نايت مير اوكيرز، ده سؤال مهم. طبعا ما النايت مير نوع من انواع الاحلام، يبقى كلاسيكالي يحصل في وقت الاحلام اللي هو الريم سليب. لكن احنا قلنا ان النون ريم مش مفهوش احلام خالص. احتمال لو صحناك في النون ريم تقول ان في حلم 10-20%. فعش كده بيقول لك it's typical during الدلتا سليب، اللي هو السلو ويف سليب، اللي هي الدلتا ويف اللي هي من نص ل 2 بير سكند. انما الكلاسيكال في الريم، التيبيكال في النون ريم، ده بالنسبه للنايت ميرز. النايت ميرز طبعا الواحد بيقوم عنده فير، خايف، الهارت ريت زياده، وبعدين في شورتنس اوف بريث، يعني تقطع متقطع الانفاس، ولاست فور مينتس. نيجي بقى الفيسيولوجيكال ثيوريز اوف دريم سليب، يعني ايه الفيسيولوجي. حطوا اربع نظريات للاحلام. اول نظريه دريمز از، يعني كلمه دريم از دي هتتعاد في كله، عشان كده انا عاوزك تركز لان المذاكره فن في بقيه الجمله معايا. الدريمز از انكونشس ويشز، يعني رغبات في اللاوعي. ده اول نظريه، دي حطها الراجل اسمه فرويد، اللي كان يعني كل كلامه في يعني انه حتى في التنشن يقول لك الانسان بيعبر عن التنشن بطريقتين، يا اما بالجنس او بالاجريشن بالفايلنس. فهو قال لك انه الاحلام دي بتمثل رغبات غير واعيه، غالبا جنسيه او فايلنس عنف، زي ما قلت لك، يعني انه الافرازات الجنسيه بسبب قيود المجتمع والخلق اللي عليها الاشخاص مش قادر ينفس عنها في الحقيقه، فينفس عنها في الاحلام سيكشوال. نفس كلام الفايلنت، لما قلت لك ان رئيس في العمل هزق موظف اصغر منه، ينفس عن غضبه وفايلنس ويديله الطريحه في الاحلام. يبقى هنا الدريمز او نظريه في الاربعه بتقول ايه؟ ان الدريمز دي unconscious wishes، يعني الرغبات اللاواعيه. لو الدريم ادى الى anxiety، يعني ادى الى توتر، وحسيت انا ضربت وانت في الحلم، حسيت انك ضربت رئيسك في العمل، الله ده انا هترفض، يتدخل الراشونال مايند اللي هو بيحسبها العقل الحاسب، ويدستورت يلخبط الحلم تو بروتكت السليب، عشان تقدر تكمل النوم. يقول لك لا 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 لا، ايه ده، ايه ده، ما حصلش حاجه، نام نام. يبقى اول نظريه في النظريات الاربعه ان الدريم دي كانت unconscious wishes، رغبات غير واعيه. تاني حاجه ان الدريمز از efforts تو ديل وذ ذا بروبلم، يعني محاوله للتعامل مع المشاكل. انهي مشكله بقى؟ اللي هي current not predicted one، مشكله الحاليه ليست المتوقعه. ده سؤال ام اس كيو، وهنا في مثال لطيف قوي قوي. معظم الطلبه ليله الامتحان كل الاحلام بتبقى متعلقه بالامتحان، عمال يعني بيحلم ان الممتحن ماسكه من رقبته، قول يا ولد قول يا ولد، وحاسب انه هيتخنق. تيست اهي، انكزايتي دريم ان ستودنتس، الانكزايتي بتاعت التيست اللي هو الاختبار، حلم بيحلم في ليله الامتحان. يبقى الاحلام هنا بتمثل ايفورت، محاوله للتعامل مع المشكله. ثالث
نظرية من النظريات الأربعة إن الدريمز as thinking أو cognitive approach، يعني طريقة التفكير اللي هي قلنا cognitive يعني إدراك. قلنا during dream العقل، إحنا عندنا نوعين من العقل بيعمل نفس ال kind of work، نفس نوع العمل اللي بيعمله هو صاحي. يعني البرين بيشتغل وانت نايم زي وانت صاحي. امال ايه الفرق؟ ان حضرتك وانت نايم مفيش الانتربشن اوف سنسوري ستيمولاي خالص، مفيش سنسوري ستيمولاي بتحسس، ومفيش فيدباك تفاعل مع المجتمع الخارجي، ودي مهمة جدا للوصول للحل الصحيح. وعشان كده الاحلام بتديك انفوكس اند ديفيوز ثينكينج، يعني تفكير غير مركز مش موجه لفوكس وديفيوز، مش كويس. لان طبعا ان انا في الحال العملية ابقى بحل وبفكر وانا بشوف التوابع التفكير وتوابع التصرفات الفيدباك من الناس اللي حواليا، السنسو استيمولاي بيخلي الموضوع مركز في احسن من لما اعملها في الحل. رابع حاجة في الاحلام ان الدريمز از interpreted brain activity theory، يعني ان ما الاحلام دي عباره عن ان هي عباره عن المخ بيفهم interpretation، يعني يفهم المعنى بتاع نشاط المخ. وهنا لطيفه جدا، بيقول لك انك وانت نايم النيورونز بتاعه البرين ستام البونز بتبعت impulses للسيربال كورتكس سنسوري والموتور. واحنا صاحيين الامبلس دي بتساعد ان احنا نعمل فيجوال بروسيسنج، نصلح وضعنا ونعمل بالانسنج. لكن لما ابقى نايم وتيجي نفس الامبلس فالمخ مثلا بينتربريتد كحلم، انه بتحس ان انت بتعدل روحك ساعات وانت احنا نايمين، تحس انك كنت هتقع وبتعدل روحك، انت لا بتقع على حاجه. فهنا الحلم بسببه ايه؟ ان المخ بيحاول يفسر الامبلس اللي جاله من البرين ستام بينما ما فيش كان ليها اي داعي. تعالى نقراها مع بعض. يبقى الوضع كالاتي، يبقى during REM sleep وانت بتحلم الدريمز بتيجي منين؟ ده النظريه الرابعه، بتيجي من spontaneous firing of neurons، ان النيورونز اللي موجوده في البونز اللي هي جزء من البرين ستام بتبعت امبلس بتكنترول الاي موفمنت، تتحكم في حركة العين وفي البالانس والبوشر في الوضع بتاع الجسم. طب ايه اللي بيحصل وانت صاحي بقى؟ during wakefulness بيحصل الكلام ده، these neurons بتبعت impulses message للكورتكس السنسور موتور، هي دي اللي بتعمل الفيجوال بروسيسنج، يعني توضيب النظر والفولنتري اكشنز اللي هي بتضمن انك انت تقعد سابب ما تقعش. طب لو النيرونز دي فاير تو ذا برين وانت نايم، خلاص to the brain part handling balance، للبرين بارت اللي هو بيظبط البالانس، يبقى الكورتكس هيفهمها ازاي بقى؟ هيفهم ان في امبالانس، فعشان كده ما هو احنا بيبعت امبلس عشان يظبط البالانس. ليه؟ يبقى البالانس مش مظبوط، يبقى الكورتكس الدريم هنا هيبقى في صوره فولينج، انك انت كنت بتقع، وهكذا بقيه الامثله. يعني لو الامبلس الاكتيفيتي بتاعت البرين راحت للاريا بتاعت البالانس يجي لك احساس ان انت كنت بتقع and so on. As impulses are random يعني تلقائية، الكورتكس انتربريتيشن يعني ادراك معنى الامبلس دي بواسطة القشرة المخية هيبقى incoherent يعني مفكك and confusing، لان انت ما بتقعش ولا حاجة. يبقى اذا في اربع نظريات للاحلام، تعال ناخدهم بقى العناوين. الاحلام تحقق الرغبات اللاواعية the unconscious wishes، غالبا جنسية أو violent عنف، دي أول حاجة. يبقى الأحلام هي إفراز للرغبات الغير واعية، ودي نظرية فرويد، دي بتاعت سيجموند فرويد اللي هو أهم واحد في علم النفس، اللي هو منشئ علم النفس. تاني نظرية بتقول الأحلام دي إذا effort to deal with the problems، محاولة للتعامل مع المشكلة. وخدنا أحسن مثال اللي هو الانكزايتي، التوتر اللي بيحصل لك في ليله الامتحان وانت نايم. تالت مثال الاحلام بتحاول تساعدك تفكير بطريقه اخرى، thinking او cognitive approach، ان في اثناء الاحلام بتحاول تحل المشكله. وبعدين رابع حاجه
ان الاحلام دي بسببها انها بتحاول تفهم معنى الامبلس اللي جاي من البرين، تو انتربريت البرين اكتيفيتي. فاذا جاي امبلس للحته اللي بتعمل بالانس يبقى يبقى انا كنت بقى عشان كده بعمل بالانس، فتحس وانت نايم تحلم انك انت بتقع. يبقى اربع حاجات: الدريمز تحقيق للرغبات الغير واعيه unconscious wishes، تاني حاجه efforts to deal with the problems، محاوله للتعامل مع المشكله، بس لازم المشكله دي تبقى قائمه مش مستقبليه current، زي الحلم في ليله الامتحان. تالت حاجه ان الاحلام دي تفكير، زي ما العقل بيفكر وانت صاحي بيفكر وانت نايم thinking، بس مفيش فيدباك، مفيش sensory impulse، فعش كده التفكير مشوش. وبعدين رابع حاجه interpret brain activity theory، انه حتى وانت نايم في برين اكتيفيتي، فحسب الاريا اللي رايح لها، لو رايح لاريا بتاعت بالانس يبقى انت ليه جاي لي امبلس في محاوله لاصلاح البالانس، يبقى انا احس ان انا بحلم ان انا بقع. ده كان محاضره السيركاديان ريزم، الايقاع الحيوي الدوري المنتظم والسيركاديان. سيركاديان نقصه كل 24 ساعه، واللي قلت فيه الجمله المهمه وراء الخلق خالق، ان وحدانيه التصميم تقطع وتجزم بوحدانية الخالق، ان كل حاجة ربنا عاملها في دورات من اول الكون، الكواكب تدور حول النجوم والالكترونات تدور حول نواة الخلية في الذرة، وما بينهم كل حاجة في دورات. واشهر حاجة خدناها النهاردة السليب ويكفولنس كل 24 ساعة، وداخل السليب في دورات، كل دورة 90 دقيقة، 70 دقيقة 75% منها ما تحلمش نون ريم، و20% بتحلم. واتكلمنا على النوم وعملنا الجدول الرهيب بتاع العشر نقاط وكمية أسئلة في المالتيبل تشويس رهيبة، واتكلمنا على أهمية النوم وأهمية الأحلام، الأهميات الأربعة للنوم والأربع نظريات للأحلام. وأشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم مجددا بإذن الله، أسأل الله لجميعكم التوفيق. شكراً.